حدثنا عفان عن أبي عوان تحدثنا زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله قام يخطب يوم توفي المغيرة بن شعبة، فقال عليكم باتقاء الله عز وجل والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن ثم قال اشفع لاميركم فانه كان يحب العفو وقال اما بعد فاني اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ابايعك على الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترط على النصح لكل مسلمين فبايعته على هذا ورب هذا المسجد اني لكم لناصح جميعا ثم استغفر ونازل حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن جرير بن عبد الله البجلي قال قلت يا رسول الله اشترط علي فقال تعبد لها ولا تشرك به شيئا وتصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتنصح للمسلم وتبرأ من الكفر حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن جابر قال حدثني رجل عن طارق التميمي عن جرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء فسلم عليهن حثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن المغيرة بن شبيل أو شبل قال أبو نعيمين المغيرة بن شبيل يعني ابن عوف في هذا الحديث عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد أبقى ، فقد برئت منه الذمة. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة ، عن المنذر بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينتقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة قال سمعت عون بن أبي جحفة عن المنذر بن جرير البجلي عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في صدر النهار فذكره إلا أنه قال: فأمر بلالًا فأذن ثم دخل ، ثم خرج يصلي وقال: كأنه مذهبات. حنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن عمرو بن مرة عن زذان عن جرير بن عبد الله البجلي ان رجلا جاء فدخل في الاسلام فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه الاسلام وهو في مسيره فدخل خف بعيره في جحر يربوع عن فوقصه بعيره فمات فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمل قليلا وأجر كثيرا قالها حماد ثلاثا اللحد لنا والشق لغيرنا حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد حدثنا حجاج بن أرطاط حدثنا عثمان البجلي عن زذان فذكر الحديث حسن إسماعيل عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال قال جرير سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سمك بن حرب عن عبيد الله بن جرير عن جرير قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أبايعك على الإسلام فقبض يده وقال النصح لكل مسلمين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لم يرحم الناس لم يرحمه الله عز وجل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور قال: سمعت أبا وائل يحدث عن رجل عن جرير أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح للمسلم وعلى فراق المشرك حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح ، لكل مسلمين وعلى فراق المشرك أو كلمة معناها حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا ظبيان يحدث عن جرير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يرحم الناس لم يرحمه الله عز وجل. حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة حدثنا عاصم بن بهدلة عن أبي وائل: أن جريرا قال يا رسول الله اشترط علي قال تعبد لها لا تشرك به شيئا وتصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتنصح المسلم وتبرأ من الكفر حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن عبيد الله بن جرير عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يرحم من لا يرحم الناس. حدثنا حجاج حدثني شعبة عن علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة يحدث عن جرير وهو جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع "يا جرير أستنصت الناس ثم قال في خطبته: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض". حدثنا أبو معاوية: "تحدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همامين قال: "بالا جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له: تفعل هذا وقد بلت؟ قال: نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا. ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة حدثنا ابن نمير حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب قال سمعت جريرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل حدثنا ابو معاويه حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب عن جرير بن عبد الله قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان عن جرير مثل ذلك حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير قال ما حجبني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبصم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال فجاءه قوم حفة عراة مشتاب النمار أو العباء متقلدي السيوف عمته من مضر بل كله من مضر فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفقة قال فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا وقرأ الآية التي في الحشر والتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة قال فجاء رجل رجل من الأنصار بصرة كدت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه يعني كأنه مذهبات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غيره أن ينتقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة قال سمعت عون بن أبي جحفة قال سمعت منذر بن جرير يحدث عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار فذكره إلا ، أنه قال: وأمر بلالًا فأذن ثم دخل ثم خرج فصلى وقال: كأنه مذهبات. حسن إسحاق بن يوسف حدثنا أبو جناب عن زذان عن جرير بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع نحونا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن هذا الراكب إياكم يريد قال فانتهى الرجل إلينا فسلم فرددنا عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أقبلت؟ قال: من أهلي وولدي وعشيرتي. قال: فأين تريد؟ قال: أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقد أصبته. قال: يا رسول الله علمني ما الإيمان؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: قال قد أقررت قال ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جرذاء فهوى بعيره وهوى الرجل فوقع على هامته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل قال فوثبه إليه عمار بن ياسر وحذيفة فأقعداه فقال يا رسول الله قبض الرجل قال فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أما رأيتما إعراضي عن الرجلين فإني رأيت ملكين يدوسان في فيه من ثمار الجنة فعلمت أنه مات جائعاً ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والله من الذين قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلمين أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال قال ثم قال دونكم أخاكم قال فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفناه وحملناه إلى القبر قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على شفير القبر قال فقال ألحدوا ولا تشقوا فإن اللحد لنا والشق لغيرنا حدثنا أسود بن عامر حدثنا عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء عن ثابت عن زذان عن جرير بن عبد الله البجلي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة فبينا نحن نسير إذ رفع لنا شخص فذكر نحوه إلا أنه قال وقعت يد بكره في بعض تلك التي تحفر الجرذان وقال فيه هذا ممن عمل قليلا وأجر كثيرا حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا بيان عن قيس عن جرير قال ما حجبان النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبصم حدثنا محمد بن عبيد حدثني إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي حثنا أبو قطع حدثني يونس عن المغيرة بن شبل قال وقال جرير لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي ثم حلت عيبتي ثم لبست حلتي. ثم دخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فرماني الناس بالحدق فقلت لجليسي: يا عبد الله ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ذكرك آنفًا بأحسن ذكر فبينما هو يخطب إذ عرض له في خطبته وقال: "يدخل عليكم من هذا الباب ، أو من هذا الفج من خير ذي إلا أن على وجهه مسحة ملك". قال جرير فحمدت لها عز وجل على ما أبلاني ، وقال أبو قطأ فقلت له: "سمعته منه أو سمعته من المغيرة بن شبل؟" قال: "نعم حدثنا أبو نعيمين، حدثنا يونس". عن المغيره بن شبيل بن عوف عن جرير بن عبد الله قال قال لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي ثم حلت عيبتي ثم لبست حلتي قال فدخلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فرماني القوم بالحدق فقلت لجليسي هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر شيئا فذكر مثله حسن عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن جرير أنه حين بايع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أن لا يشرك بالله شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وينصح المسلم ويفارق المشرك حسن عبد الرزاق اخبرنا معمر عن قتاده عن حميد بن هلال عن جرير بن عبد الله البجلي ان رجلا من الانصار جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بصره من ذهب تملا ما بين اصابعه فقال هذه في سبيل الله عز وجل ثم قام ابو بكر رضي الله تعالى عنه فاعطى وفاعطى ثم قام عمر رضي الله تعالى عنه فاعطى وفاعطى ثم قام المهاجرون فاعطى وقال فاشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رايت الاشراق في وجنتيه ثم قال من سن سنه صالحه في الاسلام فعمل بها بعده كان له مثل أجورهم من غير أن ينتقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه مثل أوزارهم من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء حدثنا يحيى بن زكريا وهو ابن أبي زائد تحدثنا أبو حيان التيمي عن الضحاك خال المنذر عن منذر بن جرير عن جرير بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأوي الضالة إلا ضال. حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا ابن ابي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى ذي الخلاصة فكسرها وحرقها بالنار. ثم بعث رجلا من أحمس يقال له بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره. حدثنا أبو أحمد وهو الزبيري حدثنا شريك وهو ابن عبد الله عن أبي إسحاق: عن عامر عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم النجاشي قد مات فاستغفروا له دثنا يزيد بن هارون أخبرنا داود عن عامر عن جرير بن عبد الله قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصدر المصدق وهو عنكم راض حثنا يزيد أخبرنا إسماعيل عن قيس قال: قال جرير بن عبد الله: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني ، من ذي الخلاصة؟ وكان بيتًا في خثعم يسمى كعبة اليمانية فنفرت إليه في سبعين ومائة فارس من أحمس قال فأتاها فحرقها بالنار وبعث جرير بشيرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي بعثك بالحق ما أتيتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها خمس مرات حثنا يزيد أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال قال لجرير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل قال سمعت قيس بن أبي حازم يحدث عن جرير قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ثم تلا هذه الآية: "فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب". قال شعبة: "لا أدري". قال: "فإن استطعتم أوي لم يقل". حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل قال: "سمعت قيسًا يحدث عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلمين حدثنا حجاج بن محمد اخبرنا شريك عن ابي اسحاق عن المنذر بن جرير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يعملون بالمعاصي وفيهم رجل أعز منهم وأمنع لا يغيرون إلا عمهم الله عز وجل بعقاب أو قال أصابهم العقاب حنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال: سمعت جريرا يقول حين مات المغيرة واستعمل قرابته يخطب فقام جرير فقال: أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له وأن تسمعوا وتطيعوا حتى يأتيكم أمير استغفروا للمغيرة بن شعبة غفر الله تعالى له فإنه كان يحب العافية. أما بعد فإني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعه بيدي هذه على الإسلام فاشترط علي النصح فورب هذا المسجد ، إني لكم لناصح. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق قال: كان جرير بن عبد الله في بعث بأرمينية قال فأصابتهم مخمصة أو مجاعة قال فكتب جرير إلى معاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل قال فأرسل اليه فاتاه فقال انت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال فاقفلهم ومتعهم قال ابو اسحاق وكان ابي في ذلك الجيش فجاء بقطيفه مما متعه معاويه حدثنا شيم قال ثنا سيار عن الشعبي عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فقال فلقني فقال فيما استطعت والنصح لكل مسلمين. حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمر عن جرير بن عبد الله قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتيل عرف فرس باصبعيه وهو يقول الخيل معقود بنواصيها الخير الاجر والمغنم الى يوم القيامه حفنه شيم اخبرنا يونس عن عمرو بن سعيد عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني فقال اصرف بصرك حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن جرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليصدر المصدق من عندكم وهو راضٍ حدثنا سفيان حدثنا زياد بن علاقة قال: سمعت جريرا يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح ، لكل مسلمين. قال مسعر عن زياد فإني لكم لناصح. حنى سفيان عن عاصم ابن أبي النجود عن أبي وائل عن جرير: أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب مشتابي النمار فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة فأبطأوا حتى رؤي ذلك في وجهه فجاء رجل من الأنصار بقطعة تبر فطرحها فتتابع الناس حتى عرف ذلك في وجهه فقال من سن سنة حسنة فعمل بها من بعده كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة عمل بها من بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بها ولا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا حدثنا سفيان حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همامين قال: رأيت جرير بن عبد الله يتوضأ من مطهرة ومسح على خفيه فقالوا: أتمسح على خفيك؟ فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مرة يمسح على خفيه فكان هذا الحديث يعجب اصحاب عبد الله يقولون انما كان اسلامه بعد نزول المائده حدثنا ابو معاويه حدثنا الاعمش عن مسلمين يعني ابن صبيح عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحثنا على الصدقة فأبطأ الناس حتى رؤية في وجهه الغضب وقال مرة حتى بان ثم أن رجلا من الأنصار جاء بصرة فأعطاها إياه ثم تتابع الناس فأعطوا حتى رؤيا في وجهه السرور فقال من سن سنة حسنة كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينتقص. من أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء. قال مرة يعني أبا معاوية من غير أن ينقص. حدثنا أبو معاوية وهو الضرير حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال: حدثني قيس قال: قال لجرير بن عبد الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني ، من ذي الخلاصة وكان بيتًا في خثعم يسمى كعبة اليمانية قال: فانطلقت في خمسين ومائه فارس من احمس وكانوا اصحاب خيل فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اثبت على الخيل فضربه في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هديا مهديا فانطلق إليها فكسرها وحرقها فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره فقال رسول جرير لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب فبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها خمس مرات حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا قيس قال قال لجرير بن عبد الله كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضارون شك إسماعيل في رؤيته. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. حدثنا يحيى عن محمد بن أبي إسماعيل: حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي قال: قال جرير بن عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يسن عبد سنة صالحة يعمل بها من بعده إلا كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء ولا يسن عبد سنة سوء يعمل بها من بعده إلا كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء قال وأتاه ناس من الأعراب فقالوا يا نبي الله يأتينا ناس من مصدقك يظلمون قال أرضوا مصدقكم وإن ظلم قال أرضوا مصدقكم، قال جرير فما صدر عني مصدق منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من يحرم الرفق يحرم الخير". حدثني يحيى بن سعيد عن أبي حيان قال: "حدثني الضحاك خال المنذر بن جرير عن منذر بن جرير عن جرير قال: "كنت مع أبي جرير بالبواريج في السواد فرجعت البقرة فرأى بقرة أنكرها فقال: ما هذه البقرة؟ قال: بقرة لحقت بالبقر فأمر بها فطردت حتى توارت. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤوي الضالة إلا ضال. حثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال: ما حجبني عنه. منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي حثنا وكيع حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن المغيرة بن شبل عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبقى العبد برئت منه الذمة قال عبد الله حدثني محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري حدثنا سفيان حدثني ابن لجرير بن عبد الله قال كانت نعل جرير بن عبد الله طولها ذراع حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي اليقظان عثمان بن عمير البجلي عن زدان عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لأهل الكتاب حنا وكيع عن شعبة ومحمد بن جعفر قال ثنا شعبة وعن جابر عن طارق التميمي عن جرير قال ابن جعفر قال حدثني رجل عن طارق التميمي عن جرير قال: مرّ النبي صلى الله عليه وسلم على نسوة فسلم عليهن. حثنا وكيع عن شريك عن عاصمين عن أبي وائل عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة قال شريك فحدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حتى يزيد بن هارون أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن المنذر بن جرير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع لم يغيروا عليه إلا أصابهم الله عز وجل منه بعقاب حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن علي بن مدرك قال سمعت ابا زرعه بن عمرو بن جرير يحدث عن جرير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجه الوداع لجرير استنصت الناس وقال قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض حسن عبد الرزاق اخبرنا سفيان عن الاعمش عن موسى بن عبد الله عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم اولياء بعض في الدنيا والاخره والمهاجرون والانصار بعضهم اولياء بعض في الدنيا والاخره حدثنا أبو عبد الرحمن مؤمل حدثنا حماد حدثنا عاصم عن أبي وائل عن جرير قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم اشترط علي قال تعبد لها لا تشرك به شيئًا وتصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتنصح للمسلم وتبرأ من الكفر حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس شهادة: أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. حسن هاشم بن القاسم حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثه عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن جرير بن عبد الله البجلي قال انا اسلمت بعدما انزلت المائده وانا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعدما اسلمت حدثنا موسى بن داود ومحمد بن عبد الله بن الزبير قال ثنا شريك عن ابي اسحاق عن عامر عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخاكم النجاشي قد مات فاستغفروا له حدثنا اسود بن عامر حدثنا شريك عن ابراهيم بن جرير عن قيس بن ابي حازمين عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل المخرج في خفيه ثم يخرج فيتوضأ ويمسح عليهما. حان عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال عبد الله وسمعته أنا من ابن أبي شيبة قال ثنى عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فلقيت بها رجلين ذا كلاع وذا عمر قال وأخبرتهما شيئا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم اقبلنا فاذا قد رُفع لنا ركب من قبل المدينة قال فسألناهم ما الخبر؟ قال فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه والناس صالحون قال فقال لي أخبر صاحبك قال فرجع ، ثم لقيت ذا عمر فقال لي يا جرير إنكم لن تزالوا بخير ما ما إذا هلك أمير ثم تأمرتم في آخر فإذا كانت بالسيف غضبتم غضب الملوك ورضيتم رضا الملوك حنى مكي بن إبراهيم حدثنا داود يعني ابن يزيد الأودية عن عامر عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبقى العبد فلحق بالعدو فمات فهو كفر حدثنا مكي حدثنا داود بن يزيد الاودي عن عامر عن جرير بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصيام رمضان حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا يونس عن المغيرة بن شبل قال: قال جرير: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي ثم حلت عيبتي ثم لبست حلتي ثم دخلت المسجد فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فرماني الناس بالحدق قال فقلت لجليسي: يا عبد الله، هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر شيئا قال نعم ذكرك بأحسن الذكر بينما هو يخطب إذ عرض له في خطبته، فقال إنه سيدخل عليكم من هذا الفج من خير ذي إن ألا وإن على وجهه مسحة ملك قال جرير فحمدت لها عز وجل حثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلمين حسن إسماعيل أخبرنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال قال جرير بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى أن أنصح لكل مسلمين قال وكان جرير إذا أشترى الشيء وكان أعجب إليه من ثمنه قال لصاحبه تعلمنا والله لما أخذنا أحب إلينا مما أعطيناك كأنه يريد بذلك الوفاء حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن عبيد الله بن جرير عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يعملوا فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعملوه لم يغيروه إلا عما هم الله بعقاب حسن محمد بن يزيد الواسطي أخبرنا المجالد بن سعيد عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم المصدق فلا يفارقكم إلا عن رضا حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشمين حدثنا زائدة حدثنا زياد بن علاقة عن جرير قال: قال لي حبر باليمن إن كان صاحبكم نبيا فقد مات اليوم قال جرير فمات يومها الاثنين صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو سعيد حدثنا زائدة حدثنا عاصم عن شقيق عن جرير قال: قلت: يا رسول الله اشترط علي فأنت أعلم بالشرط. قال أبايعك على أن تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتنصح المسلم وتبرأ من المشرك. حدثنا عفان حدثنا أبو عوان حدثنا سليمان الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن جرير بن عبد الله بال وتوضأ ومسح على خفيه فقيل له فقال: "قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله". قال إبراهيم: "كان أعجب ذاك إليهم، أن إسلام جرير كان بعد المائدة". حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن جرير بن عبد الله أنه بال قال: ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له فقال: قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله قال إبراهيم: كان أعجب ذاك إليهم أن إسلام جرير كان بعد المائدة حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن همام بن الحارث ، عن جرير أنه بال قال ثم توضأ ومسح على خفيه فصلى وسئل عن ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا قال وكان يعجبهم هذا الحديث من أجل أن جريرا كان من آخر من أسلم حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن جريرا بال قائما ثم توضأ ومسح على الخفين وصلى فسألته عن ذلك فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل مثل ذلك حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو الأحواصي عن الأعمشي عن أبي وائل عن أبي نخيلة عن جرير بن عبد الله قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعه فقلت هات يدك واشترط علي وأنت أعلم بالشرط فقال أبايعك على أن لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتنصح المسلم وتفارق المشرك حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر عن جرير قال إذا أبقى إلى أرض الشرك يعني العبد فقد حل بنفسه وربما رفعه شريك حثن أبو أحمد هو الزبيري قال ثنى إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر عن جرير ولم يرفعه قال إذا أبقى العبد إلى أرض العدو فقد حل دمه حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبيه عن جرير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل". حدثنا عبد الله بن محمد قال: "عبد الله وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة". حدثنا حفص: عن داود عن عامر الشعبي عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أيوة عبد أبقى، فقد برئت منه الذمة. حثنا علي بن عاصمين عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أيوة عبد أبقى، من مواليه فقد كفر حسن حسين بن محمد حدثنا سليمان يعني ابن قرمين عن زياد بن علاقة قال سمعت جريرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم ومن لا يغفر لا يغفر له حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح ، لكل مسلمين. حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد عن عامر عن جرير وعبدة قال: ثنى مجالد عن عامر عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتاكم المصدق فلا يفارقكم الا وهو راض حدثنا يحيى عن اسماعيل حدثنا قيس حدثنا جرير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل حدثنا يحيى عن اسماعيل حدثنا قيس حدثنا جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلمين حدثنا وكيع حدثنا ابن ابي خالد عن قيس عن جرير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له الا تريحني من ذي الخلاصه بيت اخثعم كان يعبد في الجاهليه يسمى كعبه اليمانيه قال فخرجنا اليه في خمسين ومائه راكب قال فخربناه او حرقناه حتى تركناه الجمل الاجرب قال ثم بعث جرير الى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك قال فلما جاءه قال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما جئتك حتى تركناه الجمل الأجرب قال: فبرك على أحمس وعلى خيلها ورجالها خمس مرات قال: قلت يا رسول الله إني رجل لا أثبت على الخيل فوضع يده على وجهي حتى وجدت بردها وقال: اللهم اجعله هاديا مهديا حسن يحيى قال قال اسماعيل قال قيس قال جرير ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت ولا راني قط الا تبسم حسن وكيع حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازمين عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه، كما ترون هذا القمر لا تضامون فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. حنى وكيع وأبو معاوية وهو الضرير قال ثنا الأعمش عن تميم بن سلمة السلمي، عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يحرم الرفق يحرم الخير" حدثنا وكيع عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبيد الله بن جرير عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم اعز منهم وامنع لا يغيرون الا عما هم الله تعالى بعقابه حدثناه حجاج اخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر. عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معناه حدثنا أسود بن عامر حدثني شريك عن ابي اسحاق عن المنذر قال عبد الله اظنه عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل قوم فذكره حدثناه اسود حدثنا يونس يونس عن ابي اسحاق عن عبيد الله بن جرير عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله على المنبر يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي النصح لكل مسلمين فإني لكم لناصح حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أستنصت الناس ؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض". حدثنا ابن نمير حدثنا إسماعيل عن قيس قال: بلغنا أن جريرا قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أستنصت الناس ؟ ثم قال عند ذلك لا أعرف أن بعد ما أرى ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض حثنا روح حدثنا شعبة قال سمعت سماك بن حرب قال سمعت عبد الله بن عميرة قال وكان قائد الأعشى في الجاهليه يحدث عن جرير قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ابايعك على الاسلام قال فقبض يده وقال والنصح لكل مسلمين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من لا يرحم الناس لم يرحمه الله عز وجل حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل